السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده يعتبر أكتر موقع لقيت فيه أدوات كتيرة لعمل الحاجات بالذكاء الصناعي، زي إنها مثلا تكريت من النص صور بالشكل دوت، أو يعمل لك شخصيات، أو في حاجات خاصة بالألعاب، في برضو تلوين بالذكاء الاصطناعي. يعني كل واحدة من دول محتاجة نجربها كده في فيديو مستقل ونشوف الاستخدام بتاعها ازاي. في لو انت عندك حاجة عايز تشيلها من صورة، عندك صورة فيها مشاكل يقدر ان هو يعالجها، في صورة مثلا اللي يحذف لك منها الباك جراوند، اللي يحذف لك منها الخلفية، لو انت عندك اي نص بأي لغة يقدر يترجمها لك. وطبعا هو في الموقع ده فيه ادوات تانية غير كده، تمام؟ لو انت عايز تشوف بقية الادوات ممكن تيجي فوق وتقول له سي اول فتبدأ تشوفه. وهنا حتى هو مقسمهم لك AI جرافيكس، AI جيم، وفي AI رايتنج، في حتى ان انت مثلا يعمل لك كتاب، يعمل لك اغنية، يعمل لك كتابة احترافية، في شات جي بي تي. ميزة الحاجات دي ان انت خلاص يعني خرجت من القيود اللي اوبن اي اي عاملاها، ان انت تكون في دولة معينة ويكون رقم التليفون موجود على الدولة دي وهكذا. هنا مثلا خلينا نكتب اي حاجة ونشوف هيعمل لنا الصورة ازاي. مثلا هقول له كات ان، عايز نشوف في مثلا صورة للقطة في مصر القديمة. ممكن تقول له الذكاء الصناعي يخترع لنا صورة، الستايل ممكن انت تعدل الستايل زي ما انت عايز. يعني في كل الستايلات دي، بصراحة اول مرة اشوف موقع في كل الستايلات دي. يعني في موقع كتير بقى في جزء بس مش كله، فانت ممكن مثلا تختار الستايل دوت. الستايل ده كأنك انت رحت محرك مختلف تماما، يعني عايز تشغل فيديو ولا لا، تمام، عايز يعمل لك كام صورة، خليهم 4 مثلا. بيقول لي اشتري بريميوم، ده سعر لو انت عايز بريميوم، ال50 صورة ب$10، 90 صورة ب$15، 150 صورة ب$20. وممكن يكون اداني صور ببلاش، بس انا كنت بجرب الموقع قبل ما اعمل الفيديو. لا، في بعض الحاجات خاصة بالجيم، زي انه يعمل لك مثلا شخصيات، يعمل لك خلفيات، يعمل لك أسلحة، كل الأسيت اللي احنا محتاجه في الألعاب بيقدر ان هو يعملها لك بالذكاء الاصطناعي. ولو في صورة مثلا عندك عايز تكبر أجزاء منها، تقدر انت تكبرها بدون أي مشاكل خالص. هنا لو في عناصر معينة عايز ان انت تحذفها، تبدأ ان انت تحذفها بسهولة. طيب هنا مثلا سبيك رايتر، طيب خلينا نخليه يكتب رايتر مثلا عن القدماء المصريين مثلا، وقول له كرييت ونشوف. بيقول لي اكتب 5 كلمات على الاقل، يعني عشان كات ذا كات. فيبدا يكتب اهوت. الترجمة، تمام، فورمات، ممكن بلان تكست، تكتب تكست عادي او ملف جوسون او اندرويد او iOS. حتى لو في مثلا عندك فيديو في السبتايتل، فتقدر تاخد السبتايتل ده وترجمه من لغة للغة. طيب ترانزليت تو تشاينا، يعني نترجم الكلام اللي احنا المكتوب ده للصيني.
هنا سبارك رايتر، هو ممكن يستحق الإعجاب لأن هو شامل أدوات كتيرة جدا ويستحق إن احنا نجربه. هسيب لكم الرابط بتاعه.